أين منزلك؟ أين منزلك؟ أين منزلك؟ Evin nerede? أين تسكن؟ أين تسكن؟ أين تسكن؟ Nerede oturuyorsun? كم غرفة في داركم؟ كم غرفة في داركم؟ كم غرفة في داركم؟ Evinizde kaç oda var? هل الدار قريب من مكان العمل؟ هل الدار قريب من مكان العمل؟ هل الدار قريب من مكان العمل؟ Ev iş yerine yakın mı? ما هو عنوان بيتك؟ ما هو عنوان بيتك؟ ما هو عنوان بيتك؟ Evinin adresi ne? هاتني عنوان منزلك. هاتني عنوان منزلك. هاتني عنوان منزلك. Bana evinin adresini ver. هل هنا يوجد بيت للإيجار؟ هل هنا يوجد بيت للإيجار؟ هل هنا يوجد بيت للإيجار؟ Burada kiralık ev bulunur mu? أريد أن أستأجر هذه الشقة. أريد أن أستأجر هذه الشقة. أريد أن أستأجر هذه الشقة. Bu daireyi kiralamak istiyorum. هل في شقتك شرفة؟ هل في شقتك شرفة؟ هل في شقتك شرفة؟ Dairende balkon var mı? لا يوجد شارع أمام المنزل. لا يوجد شارع أمام المنزل. لا يوجد شارع أمام المنزل. Evin önünde cadde yok. توجد أشجار بجوار المنزل. توجد أشجار بجوار المنزل. توجد أشجار بجوار المنزل. Evin yanında ağaçlar var. باب المنزل مغلق. باب المنزل مغلق. باب المنزل مغلق. Evin kapısı kilitli. لكن النوافذ مفتوحة.
لكن النوافذ مفتوحة. لكن النوافذ مفتوحة. Ama camlar açık. نذهب الآن إلى غرفة المعيشة. نذهب الآن إلى غرفة المعيشة. نذهب الآن إلى غرفة المعيشة. Şimdi oturma odasına gidiyoruz. هنا المطبخ والحمام. هنا المطبخ والحمام. هنا المطبخ والحمام. Mutfak ve banyo burada. هل غرفة الجلوس واسعة؟ هل غرفة الجلوس واسعة؟ هل غرفة الجلوس واسعة؟ Oturma odası geniş mi? هل الصيدلية المناوبة قريبة من بيتكم؟ هل الصيدلية المناوبة قريبة من بيتكم؟ هل الصيدلية المناوبة قريبة من بيتكم؟ Nöbetçi eczane evinize yakın mı? صحن الدار واسع. صحن الدار واسع. صحن الدار واسع. Evin avlusu geniştir. سأشتري ثياب البيت. سأشتري ثياب البيت. سأشتري ثياب البيت. Ev kıyafetleri satın alacağım. الأدوات المنزلية الكهربائية خطيرة. الأدوات المنزلية الكهربائية خطيرة. الأدوات المنزلية الكهربائية خطيرة. Elektrikli ev aletleri tehlikelidir. أين منزلك؟ أين منزلك؟ Evin nerede? أين تسكن؟ أين تسكن؟ Nerede oturuyorsun؟ كم غرفة في داركم؟ كم غرفة في داركم؟ Evinizde kaç oda var؟ هل الدار قريب من مكان العمل؟ هل الدار قريب من مكان العمل؟ Ev iş yerine yakın mı? ما هو عنوان بيتك؟ ما هو
عنوان بيتك. Evinin adresi ne? هاتني عنوان منزلك. هاتني عنوان منزلك. Bana evinin adresini ver. هل هنا يوجد بيت للإيجار؟ هل هنا يوجد بيت للإيجار؟ Burada kiralık ev bulunur mu? أريد أن أستأجر هذه الشقة. أريد أن أستأجر هذه الشقة. Bu daireyi kiralamak istiyorum. هل في شقتك شرفة؟ هل في شقتك شرفة؟ Dairende balkon var mı? لا يوجد شارع أمام المنزل. لا يوجد شارع أمام المنزل. Evin önünde cadde yok. توجد أشجار بجوار المنزل. توجد أشجار بجوار المنزل. Evin yanında ağaçlar var. باب المنزل مغلق. باب المنزل مغلق. Evin kapısı kilitli. لكن النوافذ مفتوحة. لكن النوافذ مفتوحة. Ama camlar açık. نذهب الآن إلى غرفة المعيشة. نذهب الآن إلى غرفة المعيشة. Şimdi oturma odasına gidiyoruz. هنا المطبخ والحمام. هنا المطبخ والحمام. Mutfak ve banyo burada. هل غرفة الجلوس واسعة؟ هل غرفة الجلوس واسعة؟ Oturma odası geniş mi? هل الصيدلية المناوبة قريبة من بيتكم؟ هل الصيدلية المناوبة قريبة من بيتكم؟ نوبتشي إجزانة evinize yakın mı? صحن الدار واسع. صحن الدار واسع. evin avlusu geniştir. سأشتري ثياب البيت. سأشتري ثياب البيت. Ev kıyafetleri satın alacağım. El
الأدوات المنزلية الكهربائية خطيرة. الأدوات المنزلية الكهربائية خطيرة. Elektrikli ev aletleri tehlikelidir. Eyne menzilük? Evin nerede? Eyne teskün? Nerede oturuyorsun? كم غرفة في داركم؟ Evinizde kaç oda var؟ هل الدار قريب من مكان العمل؟ Ev iş yerine yakın mı؟ ما هو عنوان بيتك؟ Evinin adresi ne? هاتني عنوان منزلك. Bana evinin adresini ver. هل هنا يوجد بيت للإيجار؟ Burada kiralık ev bulunur mu? أريد أن أستأجر هذه الشقة. Bu daireyi kiralamak istiyorum. هل في شقتك شرفة؟ Dairende balkon var mı? لا يوجد شارع أمام المنزل. Evin önünde cadde yok. توجد أشجار بجوار المنزل. Evin yanında ağaçlar var. باب المنزل مغلق. Evin kapısı kilitli. لكن النوافذ مفتوحة. Ama camlar açık. نذهب الآن إلى غرفة المعيشة. Şimdi oturma odasına gidiyoruz. هنا المطبخ والحمام. Mutfak ve banyo burada. هل غرفة الجلوس واسعة؟ Oturma odası geniş mi? هل الصيدلية المناوبة قريبة من بيتكم؟ Nöbetçi eczane evinize yakın mı? Sahnuddari vasi'un. Evin avlusu geniştir. Seeşteri thiyabel beyt. Ev kıyafetleri satın alacağım. الأدوات المنزلية الكهربائية خطيرة. Elektrikli ev aletleri tehlikelidir. pratikarabca.net Lütfen kanalımıza abone olmayı ihmal etmeyin. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz.